بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا حصة اليوم سنخصصها للهندسة. إذا خلال هذه الحصة غادي نجزو واحد التمرين يتعلق الأمر ديالو بالمثلثات المتشابهة لي تريونغ سومبلا. إذا هذا التمرين خديته مع الكتاب ديال الفرنسية وغادي نحاولو نجزوه يعني نتواصلو بالعربية والفرنسية أوميمطو. إذا على بركة الله ونكونسيدير ان سيغمون AB. اذا هنا شوفوا هنا اذا في هذا الشكل انجزتو انطلاقا من البرنامج ديال الجيوجبرا. اذا ها هي AB 2 ميليو او يعني او ميليو ديال لو سيغمون AB او منتصف القطعة AB اي دو لونغور 2 يعني من هنا لهنا 2 يعني شاك يعني شاك هاد دومي سيغمون او ا عندها ميزور ا داكور. اذا كل نصف قطعه او منتصف القطعه اذا هذا المنتصف اذا كل نص ديال القطعه كيعطينا ا ا اذا المجموع عندنا 2 دونز دومي دونز ان ميم دومي بلون دو بور ا بي. دونك هنا الى بغيتو نديرو هنا ا بي كدير واحد التجويه يعني قسمتنا لو بلون اون دو اون دو دومي بلون يعني لو دومي بلون دو بور ا بي كونتينون لي بوين ام و في يعني الفو يعني اون وكاين لو دومي بلون اللي لتحت يعني اوتسو ديال اوتسو دي ا بي داكور. On trace les demi-droites AX et BY. إذن ها هي لا demi-droite AX. إذن المفروض هنا عندنا AX. إذن AX وهنا BY. ها لي demi-droite كيفاش دايرين؟ Ils sont perpendiculaires. متعامدان على AB في كل من A و B. On prend sur AX un point variable M. إذن هنا هذا لو point M. هذا لو point هنا شنو كدير؟ إلي variable. هنا كتحرك متحركة على هاد نصف مستقيم. اذا من بعد غادي نمشيو للجيوجبرا وغادي نبينوا الشكل يعني نحرك النقطه ام ونشوفوا شنو غادي طبيعه الشكل كيفاش غادي يكون يعني الشكل متفاعل. اذا لا بيربونديكولار او او لا بيربونديكولار او او ا او ام يعني هذه ها هي. اذا رسمنا او ام اذا ملي كنديروا نختاروا واحد لو بوين ام كنرسموا او ام ثم نرسموا عليه لا بيربونديكولير هنايا بالتالي غادي نحصلوا على ان لونغ ان تريونغ ريكتانغل او او لا بيربونديكولير او ام كوب بي غريك او ان هي فوالا. مونتري كو كيل كو سوا لا بوزيسيون دو بوين ام سور ا اكس ام ديفيرون دو ا le cercle de diamètre MN, le cercle de diamètre MN, le centre de dialogue de E, est tangent à AB en O. Le cercle de diamètre MN est tangent à AB. On va dire que je quand est-ce que le cercle sera tangent avec, avec une droite ou un point. Deuxième question, comparer les triangles AMO, AMO et BON, BON. Comparer les deux triangles. On dit dire que quel que soit le point M de AX, M différent de A, le produit AM fois BN est constant. Comparer les triangles AMO, AMO. ثم O M N. On déduit que M O يعني هاد M O il est bisectrice de l'angle M A M B. M l'angle A M N. Soit H la projection orthogonale la projection orthogonale de O sur la droite M N déterminer l'ensemble des points H lorsque M décrit A X. Donc miket nqal دونك غادي نرسمو اش هنا لما غادي نحركو هاد لو بوان اش لو بوان ام سور يعني ديكري سور ديكري لا دروات او لا دومي دروات ا اكس
شنو غادي يعطينا هذا الشكل ديال اش؟ شنو كيل اونسوم ديكري لو بوان اش؟ اذا نبداو على بركه الله. نبداو السؤال الاول. السؤال الاول مونتري كو كيل كو سوا لا بوزيسيون دو ام سور ا اكس ام ديفيرون دو ا لو سيركل دو ديامتر اي طونجون ا بي ا او. اذا فوقاش كيكون لو سيركل طونجون؟ اذا مين كيكون عندنا واحد لو سيركل طونجون واحد لا دروات هكذا، هذا لو سيركل. دونك خصو يكون هاد لو ريون هاد لا دروات اللي خصها تكون بيربونديكولار لو ريون في هاد لو بوان. دونك هنا هاد لو سيركل خصنا، اذا هنا عندنا او غادي الى قلنا الديامتر ام او، عندنا او هو لو ميليو ديال هاد الديامتر. دونك طونجون طونجون ا لا دروات ا بي او او، بمعنى خص او او ها لو رايون دو لو سيركل خصو يكون بيربونديكولار لهاد لا دروات ا ام. اذا باش نبينو بان هاد لو سيركل لي طونجون ا لا دروات ا بي او او، خصنا نبينو بان ا بي اي لي بيربونديكولار ا او او. اذا نصيغو السؤال ونعاودو نتلاقاو باش نجاوبو. اذا لا كيستيون سي مونتري مونترون كو كيل كو سوا M appartenant à la demi-droite AX avec M différent de A, que le cercle de centre O, yani de diamètre A, MN, donc on a de centre E et de rayon EM, soit tangent à AB en O. C'est-à-dire, montrant que yani la droite AB il est perpendiculaire au rayon, au support du rayon OE, en point O. يعني هذا كله غادي نترجموه بهذا الصيغه هذه، وغادي نحاولوا نجاوبوا عليه كما قلنا. اذا الجواب شنو هو؟ اذا لاحظوا عندي هنا، عندي هنا ام الي بيربونديكولار ا بي ايبوتيز، عندي بي ان بيربونديكولار ا بي اون بي ايبوتيز. دونك انا شنو غادي نستنتج؟ بان ام و بي يعني ام و بي ان اللي هما ام هي اكس اكس و بي ام بي ان هي بي ايغريك. دونك هنا عندي دو دروات سون بيربونديكولار سور اون ميم دروات، دونك سون باراليل. دونك ام اي باراليل ا بي ان، داكور. اذا غادي نشوف شنو هو، غادي نعتبر هذا الكوادريلاتر ام ان بي، داكور. دونك شنو هو الطبيعه كليل ناتور دو سو كوادريلاتير؟ هاد لا ناتور ديالو سي ان ترابيز، هذا سي ان ترابيز شبه منحرف. علاش؟ لان رباعي فيه قاعدتان ضلعان متوازيان اللي هما كيمثلوا القاعده. دونك سي ان كوادريلاتير دون دو باز، لا بتيت باز اي لا غروند باز. هنا الا خدينا هادو لي باز سون سون باراليل، لي دوتر les autres côtés ne sont pas parallèles. Donc, c'est un trapèze. De plus, on dit O, milieu d'IL AB, E, c'est milieu du segment MN, c'est les côtés non parallèles du trapèze. Donc, au milieu de AB, hypothèse, tout le monde a دابري هذا يعني رسمته او مادام هذا غادي يكون ديامتر قبيله بيننا قلنا هذا غادي يكون ديامتر. دونك او هو الميليو ديال ام ان، دونك هذا هو لو سونتر ديال لو سيركل. اذا هذا او كاينه واحد سميتو واحد الخاصيه، المستقيم المار من منتصفي ساقي شبه منحرف يوازي حامل القاعدتين، داكور. لا دروات كي جوان لي دو ميليو دي كوتي نون باراليل دو ترابيز اي باراليل او سيبور دو دي دو باز. دونك هادو هذا راه دابا موازي، داكور. اذا غادي نخرجوا هكذا شفويا ونمشيو نكتبوا هذا الشيء ريديجو.
دونك هذا دونك او باراليل. دونك هاي عندي هنايا، اذا كانت عندي معطيات، عندي المعطيات ام يوازي بين، علاش؟ لان عندي ام بيربونديكولار ا بي، وعندي بي ان بيربونديكولار ا بي. دونك هادو جوج عندي هنا ils sont perpendiculaires à la même droite, donc ils sont parallèles. voilà هادو parallèles. دابا اكتشفت بان بي او 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 اي، اكتشفت بان او او يعني دابري لا بروبريتي اللي قلت لكم، بان لا دروات كي جوا لي دو ميليو لي دو لي كوتي نون بارالل ديال الانترابيز اي لي بارالل او دو سيبور ديال لي باز. إذن أو أو إي بارالل أ أ بي، أو بارالل ميم طون، عفوا أو أو بارالل أ إم أ إم، أو بارالل أ بي إن. يعني هنا هذا موازي هذا. دونك هنا عندي أ بي عمودي، داكور، أ بي راه عمودي على أ إم. دونك الى هادو كانوا كلهم هادو متوازيين ثلاثه، وعندي ا بي عمودي على احدهما اللي هو ا ام، يا شنو درنا هنا او او ا ام هي هذه ثم بها. الى كانت ا بي عمودي على احدهما ا ام، دونك غادي يكون بيربونديكولار او دو زوتر دروات، داكور. إذا إذا كان عندي مستقيمان يعني ثلاثة مستقيمات أو أربعة، إذا كان إحنا ابتداء من جوج، إذا كان لدينا مستقيم عمودي على أحدهما، كان عندنا مستقيما متوازيا وكان مستقيم عمودي على أحد، يكون عمودي على الآخر. وإذا كانوا عندي ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، إذا كل ما كان عمودي على أحدهما قد يكون عمودي على باقي المستقيمات. دونك هذه خاصية ديال التوازي والتعامد. إذا إلى دابا لقينا أو أن AB عمودي على، قلنا شنو هي AB عمودي على AM، دونك غادي يكون اوتوماتيكيا هاد AB عمودي على OE. فين غادي يكون عمودي؟ في اون او. دونك هنا هي، اذا هذا AB هي هذا حامل الشعاع ديال الدائره اللي غادي نهضروا عليها وغادي نرسموها من بعد، و ا بي هو لا دروات هذه ا بي. دونك لاننا قلنا بين بان او او عمودي على ا بي، اذا هنا غادي نكتشفوا، اذا هنا بينا بان ستان ترابيز، بينا سبقنا ديك الخاصيه ديال المستقيم المرمي من منتصفي ساقي شبه منحرف وهو يوازي حامل القاعدتين. إذن عاود خاصية ديال التوازي، إذا كان لدينا مستقيمان أو ثلاث مستقيمات متوازية فكل عمود على أحدهما يكون عمودي على الآخر. إذا هنا استعملنا هذه الخصائص باش بينا هذا، وبالتالي لو سيركل دو ديامتر ام ان إلي فغيمون إلي طونجون أ لا دروات أ بي أون أو. إذا غادي نمشيو نريديجيو. إذا بار هيبوتيز أون أ ام بيربونديكولار أ بي إي أ بي ان بيربونديكولار أ بي. Cela signifie que AM est parallèle à BN dans le quadrilatère AMNB. Donc on va considérer le quadrilatère AMNB. On a donc AM parallèle à BN et MN et AB sont 50. Ce qui signifie que ANB est un trapèze. On a par hypothèse encore que au milieu de AB, au milieu de MN, donc, dans le trapèze AMNB, on a OE est parallèle à AM et BN. On a dit que la droite qui joint les deux milieux des côtés non parallèles du trapèze est parallèle au support des bases. Et comme AB est perpendiculaire à B, on a donc AB est perpendiculaire à OE en haut. Et cela signifie que le cercle de diamètre AMN est tangent à la droite AB en O. La deuxième question, comparer les triangles AMO et BON.
on déduire que quel que soit le point M de AX, AX, M différent de A, le produit AM fois BN est constant. Bimana, il ne change pas, il reste toujours la même valeur. Voilà, إذا غادي نحاولوا نشوفوا نحدوا بعد الموقع ديال المثلثين. إذا المثلث ام او هذا، ثم عندنا بي او ان، يعني هذا المثلث هذا غادي نحاولوا نقارنوه. إذا هنا واضح بأنهما ماشي نسون با ايزوميتريك، لأن هذا كبير وهذا صغير. دونك غادي نشوفوا واش متشابهات. إذا باش نشوفوا المتشابهات إذا غادي نشوفوا نقارنوا الزوايا ديالهم، أو ربما أحيانا يكونوا الأضلاع ديالهم متناسبة. داكور، إذا دائما خصني نوظف المعطيات. إذا غادي نستعمل الألوان. إذا هنا كتلاحظوا عندهم زاوية قائمة، زاوية قائمة، هذه وحدة. دونك خصنا هنا نبينوا واحد الزاوية في واحد المثلث تقايس زاوية أخرى في هذا المثلث باش يمكننا نقولوا بأن المثلثين متشابهين. طيب، لاحظوا معايا مزيان. إذا عندنا غادي نرقمو فانيميروتي لي زونكل، هذه زاوية أو، دونك هنا عندي أ أو بي، أن لونجل بلا. شوفوا معايا هنا، إذا هنا غادي ندير واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. داكور، إذا شوفوا معايا مزيان هنا، إذا خصني نشوف شي زاوية، زاويتين، زاوية تقيس زاوية أخرى هنا. داكور، فوالا. إذا شوفوا هنايا عندي هذه زائد هذه. إذا عندي هنا هذا زائد واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، عطيني 180، قلنا زاوية بلا. عندي هذا مثلث إم أو إن، راه مثلث قائم الزاوية، لأن قلنا قبيلة في المعطيات أو إن بيربونديكولار أ إم، أ إم. دونك هنا أنونغ دروا. دونك هذا أو واحد زائد او اربعه غادي يعطيني 90 درجه. وعندي هنايا غادي نسمي هذه الزاويه، هذه نسميها ام واحد. اذا ام واحد زائد او واحد حتى هي كتساوي 90 درجه. علاش؟ لان هنا مثلث قائم الزاويه. داكور، هنا لي دو زون سون كومبليمونتير. إذا إلا درنا واحد الكومباريزون لهاد لي دو زيكاليتي، شنو غادي نستنتجو؟ عندنا هنا أو واحد، عندنا أو واحد، إذا الزاوية أو كات إي إم أ أون لو ميم كومبليمون، عندهم نفس الزاوية المتممة، بمعنى أو أربعة هذه تساوي إم واحد. دونك إذا عندهم زاوية قائمة وهاد الزاوية كتقويس هذا، إذا المثلثان متشابهان. داكور، المثلثان متشابهان. إذا قايست زاويتان في مثلث، زاويتين أخرتين في مثلث آخر، فالمثلثان متشابهان. Si deux triangles ont deux angles respectivement isométriques, alors ils sont semblables. وعندنا إحنا مازال ما جاوبناش هذا السؤال. بون، هذه السؤال الاول، لان السؤال فيه شطرين، الشطر الاول صافي جاوبنا عليه، دابا نمشيو للشطر الثاني. اذا الا كانوا هذ المثلثين متشابهان، فالاضلاع ديالهم لي كوتي اومولوغ، لور كوتي اومولوغ سون بروبورسيونيل. يعني بالعربيه كنقولوا الاضلاع المتناظره متناسبه. اذا تشابه مثلثان فان اضلاعهما المتناظره متناسبه. الأضلاع المتناظرة في حالة تشابه المثلثات، الأضلاع المتناظرة كتكون متناسبة. إذا إذا كانوا الأضلاع متناسبة، يعني الأضلاع المتناظرة متناسبة، إذا عندي المثلث أ إم أو
متشابه مع المثلث بي، إذا الزاوية إم مع من متساوية مع الزاوية أو، داكور؟ أم والزاوية أو هذه ديالها المثلث هنا متشابهة مع هنا الزاوية إم، هذه إم واحد مع أو أربعة، و أو اللي كاينة هنا هي إن. إذا هنا الأضلاع المتناظرة متناسبة، بمعنى أم على بأو تساوي MO على OM، كاين شي هنا N، MO ON، ثم AO على BN. طيب إذا لخذنا هذه هاد الجوج هادو هاد الجوج ديال النسب، إذا AM على BO تساوي AO على BN، لي مويان انت لي مويان ايتيغال A و برودوي دي زيكستريم. إذا عندي AM هي اللي مطلوبة مني، AM ملتيبلي بار BN هي اللي عندي في السؤال، ها هي AM BN. شنو كيعطيني؟ هادو لي زيكستريم، هادو لي مويان، BO فوا AO. On n'oublie pas que O est un milieu de AB. Donc BO est A. Ou AO, A. Et AB fait 2 A. Donc, à dire tenez, A fois A est égal à A ou sitne. A au carré. Donc, on a montré que le produit AM fois BN est constant. Donc, on a A il est fixe. A est donné من البداية بأنها صافي يعني invariable. Donc il est fixe. Donc هنا quelle que soit يعني la position ديال M على sur la demi droite AX toujours le produit غادي يكون يساوي A au sitner اللي هو qui ne dépend pas de l'emplacement du point M. إذن هذا هو السؤال الجواب على السؤال الثاني. إذن غادي نمشيو عاود نرديجيو ونلتقيو في السؤال الثالث. Donc on répète, par hypothèse on a AOB, l'angle AOB il est plat, il mesure 180 degrés. De plus on a MON égale 90 degrés, car le triangle MON est rectangle en haut. Par conséquent on a l'angle O1 plus l'angle O2 est égal à 90. De même on a l'angle O1 plus l'angle M1 égale 90 degrés, car on a OAM triangle rectangle. Donc on a numéroté chaque égalité à son numéro. De 1 et 2, on dit de 1 et 2 et de 2, yani la relation 2, on déduit que l'angle M1 est égal au 4, car les M1, l'angle M1 et l'angle O4 ont le même complément. 3. Étoile. D'abord, on va considérer les triangles AMO et BON. Donc, le résultat de l'Elkitana, on va dire que c'est un résultat jadid. Donc, on a A égale B, l'angle A est égal à l'angle B par hypothèse égale 90 degrés, et M1 est égal à O4 d'après هذا 3. Donc, ce qui signifie que deux points AMO et BON sont semblables. هذه دابري البرومي كاد دو سيميليتود، الحالة الأولى ديال تشابه المثلثات. إذا قايس لي زاويتان في مثلث، زاويتان في مثلث آخر، في المثلثات المتشابهة. دونك هنا إذا هنا هذا لونغل، هنا درنا هذا الرمز ديال التشابه باش ما نديروش سونسومبلابل شاك فوا. لو تريونغل أ إم أو إي سومبلابل أو تريونغل بي أو إن.
Cela signifie, et dès qu'elles sont semblables, donc les côtés homologues sont proportionnels. Al-adla' al-mutanadira إذا هذا الشيء درنا، إذا هذا هنا اللي تشوف هذه الأقواس باش كنبين لكم. دابا هنا أم على بي أو، ها هي، ثم عندي أم أو على أو إن، ثم تالت أ أو على بي إن، أ أو على بي إن. دونك هنا شنو غادي ناخد؟ غادي ناخد هاد الزوج هادو، أ أم على بي أو، دايما نشوف اللي غادي يفيدني، يساوي أ أو على بي إن. إذا من هادو، من هاد المتساوية، من هاد ليغاليتي اون بو ايكرير لو برودوي ديال لي زيكستريم هي ام فوا بي ال ايت ايغال او برودوي دي موين. اذا هذا تناسب، سا سي اون بروبورسيون، مي كيكون عندي يعني اون بروبورسيون، دونك لو برودوي ديال لي زيكستريم ايت ايغال او برودوي دي موين. اي بي او بار هيبوتيز عندي ا، لان بي او ميليو ديال ا بي، ا فوا ا ايغال ا كاري. دونك هنا هاد ا كاري سي اون ميزور دوني، ah, donc qui ne dépend pas de la position du point M. Et par conséquent, le produit AM fois BN est constant. Voilà, il y a la rédaction, il y a la question 2. D'abord, il y a la question 3. Bon, la question 3 nous demande de comparer les triangles AMO et OMN. Il y a le triangle AMO et OMN. Il y a un AMO ou OMN. C'est le triangle. Donc, il y a des choses qui ne sont pas isométriques. Donc, il y a forcément un mutashabih. Il y a une chose. Donc, il y a juste des choses qui sont bien. عندي جوج طرق، اما نستعملوا البريمي كا دو سيميليتيود، الحاله اللي درنا الاولى، ولا الحاله الثانيه. الطريقه الاولى غادي نحاولوا نستغلوا السؤال رقم جوج ديال ام او اي بي او ان سون سومبلاب. دونك مادام اي سون سومبلابل الور لي كوتي هومولوغ سون بروبورسيونيل. اذا غادي نذكروا بديك العلاقه اللي درنا قبيله ديال ام. اذا عندنا كانت عندنا ام على بي او تساوي ام او على او ان، ام او او ان لما شغلت ا او على بي ان. إذن هاد لا رولاسيون استنتجناها من، نولي نذكركم بها. إذن أم بي أو أم أو أو إن أ أو بي إن، إذن صحيحة. بون، دونك عندي هنا أم على ام او. دونك شوفوا غادي ناخذ هذه ام على بي او تساوي ام او على او ان، هذه مع هذه. من بعد شنو غادي ندير؟ هذا تناسب، غادي نبدل هنا ملي كنقولوا سي اون بيرميت لي مويان، دونك اونورا اون نوفيل بروبورسيون. داكور، إذن بتغيير وسطي تناسب نحصل على تناسب جديد. دونك هنا نشوف هذه العملية واش هي تعطيني أم على أم أو تساوي بي أو على أو إن. إذن شوفوا معايا هنا مزيان، أم على أم أو ثم عندي بي أو، بي أو هاد بي او هادي تساوي ا او. اذا غادي نعوض بي او ب ا او، عندي بي او هي ا او. اذا هنا غادي نولي غادي نكتب هكذا هاد التناسب، غادي يولي عندي بحال هاد الشكل.
إذن هاد بي أو اللي كتساوي هنا أ أو غادي نكتبها أ أو، نعوض بي أو بأ أو على أو إن، نعوض أ إم على أو إم. هادشي كلشي استنتجناه من التناسب الأول من الريزولتا ديال لا كاسيون جوج. ثم أ أو عوضناها بي أو، بي أو عفوا أ أو على من؟ على أو إن. وهذا عندي أونغل دروا وهذا أونغل دروا، داكور. إذن شنو كيقول لك هنايا؟ هنا الحالة ديال الآخر، إذا قايست زاوية في مثلث زاوية أخرى في مثلث آخر وكانوا الأضلاع ديالهم محادية متناسبة، يعني الأضلاع المتحادية للزاويتين المتناسبة، إذن في المثلثان متشابهان. إذا الحالة الثانية غادي نولي نذكرها، إذا قايست زاوية لمثلث زاوية لمثلث آخر وكانت أطوال الأضلاع المحادية للزاويتين متناسبة فإن هذين المثلثين متشابهة، داكور. إذا بسميتها الدوزيام كا بالفرنسية، سي دو تريونغل اون ان اونغل ايزومتريك كومبري اونتر دو كوتي dont les mesures sont proportionnelles, alors ils sont semblables. Naoud, si deux triangles ont un angle isométrique compris entre deux côtés dont les mesures sont proportionnelles, alors ils sont semblables. Idem pour l'arabia, إذا قايست زاوية لمثلث زاوية لمثلث آخر وكانت أطوال الأضلاع المحادية لزاويتين متناسبة فإن هذين المثلثين متشابهان. إذن هذه هي الحالة اللي غادي نديرو هنا، هذه الطريقة الأولى. دونك هنا غادي نستنتج بأن المثلثان، يعني هذا المثلث متشابه مع هذا المثلثان، ومن كان نقولوا بأن المثلثان راه متشابهان طبعا الزوايا المتناظرة هي متقايسة. دونك غادي يولي عندي هذه تقايس هذه وهذه غادي تكون هي هذه. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية، شوفوا معي الطريقة الثانية، شوفوا معي الطريقة الثانية. هذا عندنا مثلث قائم زاوية أ منتصف ديال الوتر ديالو سو لي ميليو ديال ليبوتينيس. دونك وعندنا هذا سميتو اللي هذا لو تريونغ ريكتون اللي انسكري اللي انسكري دون زان هذوك لو سيرك اللي هضرنا عليه قبيله، هذا الاخر راه اللي انسكري دون سو سيرك اللي دمونطرنا قبيله بانه الديامتر ديالو هو ام ان. وكنعرفوا في المثلث قائم الزاويه هاد لي ميليو ديال لي بوتينيس كيكون ايكويديستون لي سومي ديال لو تريونغ، بمعنى هذا راهم بحال او او يساوي ام او يساوي او ان، وبالتالي هذا راه مثلث متساوي الساقين. إذن الزاوية القاعدة ديالو متقايسين، هذا هو هذا، داكور، هذا كيقيس هذا، عندنا هذا مع هذا، هذه الزاوية مع هذه، عندنا 190 درجة، هذا راه هنا بيربونديكولار، هذا راه بيربونديكولار، قبيلة بينا بأن هذا راه باراليل، دونك راه هنا بيربونديكولار. هذا مع هذا 90 درجة. دابا حنا كنبينوا بأن هذا المثلث كيفاش داير مع هذا المثلث، إذن هادو استنتجناهم لأن هذا مثلث متساوي الساقين بناء على الخاصية ديال المتوسط المأخوذ من رأس الزاوية القائمة يساوي نصف طول وتره. دونك هذه كيساوي هذا، وهذا كهذا 100، هذا مع هذا 90، هذا مع هذا 90، وعندي هذا مع هذا 90. دونك هاد الزاوية، هاد الزاوية مع هاد الزاوية وهاد الزاوية عندهم نفس المكملة، هذا زائد هذا 190 درجة وهذا زائد هذا 90 درجة، بمعنى هاد الزاوية هي هذه، هاد الزاوية هي هذه، وهذه هي هذه. دونك غادي يولي عندي هذا هاد الزاوية هي هذه. نعاود، هي فيها شوية ديال التباكيك. دونك قلنا هادو عرفنا متساويين بناء على هذا مثلث متساوي الساقين،
هذا مع هذا تساوي 100 عفوا تساوي 90 درجه، وهذا مع هذا تساوي 90 درجه، لان هذا مثلث قائم زاويه وزاويتي هذه الزاويه هنا المجموع ديالهم متتامتين، هذه يعني اذا كان قائم زاويه هنا غادي يكون 90 المجموع 180، هذا مع هذا 90 وهذا مع هذا 90، دونك هذه الزاويه تكمل هذه وهذه، دونك هادو بحال بحال، هذا مع هذا وهذا هو هذا، دونك هذا هو هذا. اذا الان في هذا المثلث عندي، في هذا المثلث عندي زاويه قائمه مع زاويه قائمه، وعندي هذه هنا يتقيس هذه، دونك المثلثان متشابهان، وبالتالي هذه الزاويه هي هذه. داكور، اذا في نفس الوقت بينت بانهم متشابهان، وبينت بان هذه كتساوي هذا، يعني هذا منصف زاويه، لان كيقول لك هنا السؤال اون دي دوير كو ام او اي بي سيكتيس دو لا دو لونغ ام ا ام ان، في نفس الوقت راه بينا بان هذا راه بيسيكتريس. داكور، اذا الاولى بطريقه ونستنتجوا بان الزوايا المتناظره متقايسه وغادي نستنتجوا بان كذا، ولا بهذه الطريقه اللي بينت بها بان عندهم زاويتين متقايستين في كل منهما، واستنتج ميم طون بان هنا راه غادي يكون بيسيكتريس، لان هذه هي هذه، وبالتالي هذا غادي يكون منصف زاويه سيتادير بيسيكتريس ديال هذا لونغل. داكور، اذا غادي نمشي نريديجي. اذا نعاودو، اون كونسيدير لي تريونغ ا ام او اي او ام ان دابري لا ريبونس دو لا كيسيون بريسيدونت، اون ا ام سور بي او ايتيغال ام او على او ان بروبورسيون، دونك بيرميتون لي مويان ديال هاد لي لاخر، اي رومبلاسون بي او بار ا او كار بي او ايتيغال ا او، اون اورا دونك ا ام على ام او، هنا بي او رابلاسي بي او بار ا او سور او ان، دو بلوس لي تريونغ ا ام او اي او ام ان سون ريكتانغل، ا ايتيغال ا او، لونغل ا ايتيغال لونغل ا ايغال 90 90، دونك دو 4 اي 5، دو 4 اي 5 اي دابري لا دوزيام، لو دوزيام كاد دو سيميليتود، اون دي كو لو تريونغ ا ام او اي سومبلابل افيك لو تريونغ او ام ان، et par conséquent leurs angles homologues sont isométriques, et en particulier un angle M1 est égal à l'angle M2, d'où la demi-droite MO est bisectrice de l'angle AMN. Bon, le حالة الثانية اللي قلت لكم الطريقة الثانية، إذا راني شرحتها شفويا، إذا ممكن ديروها لا ريداكسيون راسكم، و يعني هذه بوحدها الاخرى بوحدها، اذا دائما هذه طبقنا فيها لا دوزيام لو دوزيام كا، الاخرى غادي البرومي كا ديال السيميليتي. اذا نمشيو لا ديرني كاستيون، سوا اش لا بروجيكسيون اورتوغونال دو او سور ام ان ديتيرميني لونسوم دي بوين اش لوسكو ام ديكري ا اكس ا اكس، دونك شوفوا هنايا ام تختلف عن ا، دونك الا كانت ام كونفوندي مع ان ا دونك ما غاديش يولي عندنا لا ترابيز لا. اذا اون كومبليت لو شيما، ريغاردي هنا تبعوا معايا، سوا اش لا بروجيكسيون اورتوغونال دو او ها هي سور ام ان ديتيرمي لونسوم دي بوين اش لورسكو ام ديكري ا اكس، دونك مي كتحرك هذا ام شنو غيديكري لنا هذا لو بوين اش. داكور، اذا غادي نشوفوا شنو غادي يمكن يديكري لنا اشاك فوا كنغيروا الموقع ديال ام، وهذا الشيء غادي نشوفوه ابري في لا فيغور مي كتكون يعني كتحرك، غادي نشوفو مي غادي تكون ام موبيل نشوفو كيشنو غادي تعطينا كيس كيديكري لو بوين ام، ولكن خصنا نبينوها على هذيك الحقه اللي اورتوغونال ديال او سور هاد ام ان، دونك مين ام ديكري لا دومي دروات كيلي لونسوم دي بوين دي بوين اش، يعني اش ديكري كوا، دونك او اش لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال او سور لا دروات ولا لو سيغمون ام ان، دونك كون لو بوين ام ديكري لا دومي دروات، دونك لو بوين اش ديكري كوا، اذا هنا غادي نحاول ندير لا تراس. شوفوا معايا مزيان، غادي شوفوا هنا دابا ملي كتحرك ام
على نصف المستقيم ام. اذا اش شنو كدير؟ كتعطينا ان سيركل ديكري. دابا حنا عندنا ان دومي بلون هنا، دونك هنا كنهتمو فقط لو دومي بلون امي ليميتي بار لا دروات اف بي كونتينو لو بوان ام. دونك غادي نهتمو فقط بواحد الجانب ديال دي. دونك هنا لو بوان اش ديكري ان دومي سيركل دو ديامت. دابا غادي نحاول نرسمو باش يبان لكم. غادي نكمل هذا الرسم. ما هو اذا شوفوا معايا مزيان دابا، لان ما عنديش كيفاش غادي نكمل الفوق. عندي دابا الى غبرت على الشاشه لو بلون ليكرون ما غاديش يكمل لي الشكل لهذا، ولكن لهذا رسمت اضطريت نرسم داك لو دومي سيركل باش يبان لكم. داكو فوالا. إذن غادي نحاول نمسح هذاك الاخر وغادي يبان لكم احسن. فوالا. دونك هذا هو لو دومي سيركل لي لو بوان اش كون ام ديكري لا دومي دروات ا اكس لو بوان اش ديكري هاد دومي سيركل دو ديامت ا بي. دونك هذا باختصار، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي. اذا الان غادي نمشيو باش نبينوا نجاوبوا على، طبعا غادي نجاوبوا على باقي الاسئله. يلا تحياتي. غادي كنقلبوا عليها. دونك ها هي، اذا هذه هي او اش. اذا حنا يلا بينا بان هذه ام او بيسيكتريس، داكو بيسيكتريس. اذا كاين جوج ديال 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 الطرق. اما عندنا هذه غادي ناخذوا هاد لي دو تريونغ ا او ام ولا او اش ام. هادو عندهم سوم دي ريكتونغ، عندهم ميم ايبوتينيس. لاحظوا هنايا ميم ايبوتينيس، وعندهم ان اونغل دو زونغل، عندهم دو زونغل ايغو دو زونغل ايغو بحال بحال. هذا كيساوي هذا، وعندهم سون ريكتونغ، وعندهم يعني لو ميم ايبوتينيس. اذا دابري لي كا دي زيزومتري ديال لي ريكتونغ، اذا عندنا هاد الاخر ها هي اذا سي دو تريونغ ريكتونغ اون لي بوتينيس ايغال اي ان اونغل ايغو ايغال اي سون ايزومتريك. Si deux triangles rectangles ont l'hypoténuse égale et un angle aigu égal, ils sont isométriques. Il n'y a pas de cas là. Deux triangles rectangles ont le même hypoténuse ou un angle aigu égal. Donc, ils sont isométriques. Comme tel, radins tj bena hadi, yani hadra bhal bhal. Donc, hada qui s'est hada OH يساوي او ا، وهذا كيساوي هذا. داكور. اذا او اش يساوي او ا. اذا كانت او اش يساوي او ا، و او ا هي ا، ا سيت اون فالور دوني ثابته ما كتغيرش، وبالتالي كل ما حركنا ام تحركت ف او اش دائما غيتبقى لنا هي ا، لان ال ديبون دو ا و ا راها ثابته كونستانت. داكور. هذه طريقه. الى بغينا عاود نبينوها بطريقه اخرى، عندنا ام او سي اون بيسيكتريس. كاين واحد لا بروبريتي كتقول تو بوين ابارتونون او بيسيكتريس غادي يكون ايكويديستون لي كوتي ديال لونغل. داكور. اذا هنا عندي هذه لا بروجيكسيون اورتوغونال، وهنا ا تعتبر هي لا بروجيكسيون اورتوغونال دو او سور ام ا لو كوتي ديال هاد لونغل هذا، و اش لا بروجيكسيون اورتوغونال دو او سور لو كوتي لو دوزيام كوتي ديال لونغل ا ام. اذا هنا تو بوين ابارتونون ا لا بيسيكتريس الي ايكويديستون
دي كوتي ديال لونغ، وبالتالي غيكون عندي او اش تساوي او ا اذا تساوي ا. اذا اما نستعملوا لي كا ديال لي زوميتري لي كا دي زوميتري ديال دي تريون، ولا لا بروبريتي ديال لا بروبريتي ريسيبروك نو ديريكت عفوا، لان عندي تو بوان، عندي لا بيسيك تو بوان ابارتون لا بيسيكتريس ايكوي ديستون او كوتي ديال ديال لي كوتي ديال ديال لونغ ديال ديال لونغ داكور. فوالا اذا عندنا جوج ديال ديال الطرق باش نبينوهم، وبالتالي غادي يكون ها شنو هي هاد او اش، او ا يساوي او اش، دونك هاد لو سيركل غادي يكون هكذا يديكري ان سيركل. اذا غادي نشوفوها هنا فوالا. اذا شوف حنا غيرنا دابا الموقع ديال ام، طلعناه دونك تحرك الاخر دائما او اش، كتلاحظوا هنا او اش تساوي او بي تساوي او اي تساوي ا. دونك هادي الى حركنا جبنا حتى لهنا وحركنا هاد بقى دائما يديكري هاد لو دومي سيركل. دونك حنا مادام حنا كنشتغلوا الفوق على لو دومي بلون دو بور ا بي كي كونتيان لو بوان ام داكوغ. اذا لاحظوا هنايا، اذا هذا هو لو سيركل اللي في البدايه ديال لا كيستيون الاولى، بان راه لو سيرك دو ديامتر ام ان راه طونجون لهاد لا دروات ا بي، وقلنا باش يكون طونجون خصو يكون لا دروات الي بيربونديكولار او سيبور دو ريون او بوان او كي ابارتين ا سيت درو سيت سو سيرك داكور. لا دوزيام كيستيون باش بينا بان كيس كي ديكري اشلون لورسكو ام ديكري لا دومي دروات ا ام، ريغاردي بان هنا le point H décrit le demi-cercle de diamètre AB. Donc, on a besoin de bino, besoin de rédiger. Et donc, comme je vous dis, il y a une tarika diel les triangles isométriques ou la tarika diel la propriété directe diel les points diel qui appartient à la bisectrice et sont équidistants, les points équidistants au كوتي ديال لونغل ا ام ان. وريبيت اون كونسيدير لي دو تريونغ ريكتونغل اش او ام اي ا او ام، قلنا اش لونغل اش ايتيغال لونغل اي ايغال 90، لونغل ام ان ايتيغال لونغل ام 2 دابري لا كيستيون بريسيدونت، او ام ايتيغال او ام عند ميم ايبوتينوس. اون دي كو لي تريونغل اش او ام اي ا او ام سون ايزوميتريك اي بار كونسيكون لور كوتي اومولوغ سون ايزوميتريك. Et en particulier, on a OA égale OH qui est égal à A. Or, le point O est fixe, la distance A de O à H est constante, H est alors un point de cercle de centre O et de rayon A. Et comme H appartient au même demi-plan de bord AB contre le point M, on dit que H décrit le demi-cercle de centre O, centre O et de rayon A. A quand M décrit la demi-droite AM. Et donc, هذا هو الجواب على هذا التمرين. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين. بالتوفيق ان شاء الله. ما تنسوش باش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الزملاء ديالكم، تعميم اللي الفائده. يلا بالتوفيق ان شاء الله. دونك لو سيرك دو ديامتر ام ان، فوقاش كنعرفوه باللي راه طونجون واحد لا دروات، طونجون واحد لا دروات ا بي اون او، الا كان لو رايون ديال داك لو سيرك الي بيربونديكولار هذيك لا دروات. اذن مماس او الدائرة تكون مماس لواحد واحد المستقيم واحد النقطة معينة، الا كان داك الشعاع ديال ديك الدائرة او حامل الشعاع عمود ديالها هذا المستقيم في تلك النقطة. إذن هنا غادي نحاول نرسم الأدروات ها لو سيركل. نشوفو معايا مزيان. دابا غادي نحرك لا بوزيسيون ديال النقطة ديال دونك ام فاري
sur la demi-droite AX. Donc là, le point M décrit la demi-droite. إذن شنو كتشوفوا هنايا؟ إذن هذا هو لو رايون، أو أو هو لو رايون، دونك المفروض خصو يكون بيربونديكولار أ بي، دونك غادي نحاولو نزيدو نكملو الشكل، فوالا. إذا نرسم باقي القطع، فوالا. دابا أنشأنا القطع والزوايا. إذا شوفوا معايا مزيان، دابا شوفوا لو سيرك اللي قلنا لو سيرك طونجون على لا دروات أبي أون بوان أو. بمعنى هاد او او راه بيربونديكولير اللي هو لو رايون ديال لو سيركل اي بيربونديكولير او سيبور ديال سيغمون ا بي. اذا لاحظوا معايا غادي نحرك، اذا توجور عندنا دائما هذاك ها هو لو رايون او او دائما بيربونديكولير ا بي. إذا نشوفو مين كيكون عندي إم كونفوندي مع أ، إذا ما صافي ما كيبقاش عندي أن تريونغ تماما، لهذا في المعطى عطاوكم إم ديفيرون دو أ. داكو، من بعد قالك أش لا بروجيكسيون أورتوغونال ديال أو سور هاد إم إن، دونك مين إم ديكري لا دومي دروات. Quel est l'ensemble des points des points H? Yani H décrit quoi? Donc O H la projection orthogonale de O sur la droite ou le segment MN. Donc quand le point M décrit la demi-droite, donc le point H décrit quoi? Et là, on va essayer de dire la trace. شوفوا معايا مزيان، غادي شوفوا هنا دابا ملي كتحرك ام